هذه القضايا تعرض على العلماء، لا أن ينبري كل من يعرف كلمة أو كلمتين أو يكتب سطرا أو سطرين ليقول فيه ما تشتهيه نفسه أو يملي عليه هواه، بل يجب الرجوع إلى أهل الحل والعقد فاسأل به خبيرا. وهذا التطاول على المرجعيات هو الذي أدى إلى الانحراف في قضايا أخرى، وإن كانت أقل من هذه المسألة شأنا لكنها أيضا عظيمة فيما يتعلق بتنزيه الله تعالى من صفات النقص، بوصفه بصفات المخلوقين. والعياذ بالله أن الله تعالى، استغفر الله، يتعب أو يستريح، أو أنه سبحانه وتعالى بعدما فرغ من خلق السماوات والأرض استلقى على ظهره ووضع رجلا على رجل. أعوذ بالله من هذه الروايات التي تصف الله تعالى بصفات أضعف المخلوقات، بل تناقض العقل الذي يصف المولى تعالى بفطرته بالكمال وينزهه عن كل نقص، بل تصادم القرآن في قوله تعالى وما مسنا من لغوب، وقوله ولا يؤوده حفظهما، وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فكل شيء يعتمد على الله ولا يستغني عنه شيء، وهو سبحانه وتعالى على العرش استوى بحيث قهر كل شيء، من في السماوات وما في الأرض جميعا. ومع ذلك تقبل أمثال هذه الروايات وربما يروج لها، وربما يتأثر بعض الناس بها.